عليكم هذه ولا هذه؟ يا هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. السيارة هذه أول ما أعلنوا عنها صراحة الكل انتقدوا تصميمها، وأنا من ضمن الناس اللي فعليا يعني ما أدري، حسيت التصميم جدا غريب. لكن على أرض الواقع السيارة هذه فيها أشياء غريبة وعجيبة. أول شيء ضخامة السيارة، الحجم ما شاء الله تبارك الله. أنا أديكم مقارنة شوية، شوفوا شوفوا في الموديل السابق هنا، شوفوا الموديل السابق، شوفوا كيف الانخفاض، شوفوا بين الموديلين، شوفوا كيف هذه منخفضة وهذيك كيف مرتفعة. الواجهية شوفوا قديش الارتفاع، فما شاء الله تبارك الله. طبعا نتكلم عن BMW الفئة السابعة موديل 2023 الجيل الجديد بالكامل. السيارة تتوفر بفئة كهربائية بالكامل وأيضا محرك البنزين. أيضا درجات اللون الاسمنتي، هنا الاسمنتي الفاتح لون جدا جميل، وهنا الاسمنتي الغامق شوية. صرفية 14.1 بتقييم جيد، 3000 سي سي بنزين 91. بالنسبة لنظام الدفع، دفع خلفي، شوفوا هذه خلفيتها. طبعا في حساسات جانبية حشرح لكم كل شيء، بس شوفوا تصميم السيارة من الخلف والأمام. طيب راح اشرح لكم على السيارة هذه لانها تعتبر هي الافخم. كواجهة امامية عندنا الليد النهاري هنا عبارة عن فصوص، والاضاءات الرئيسية هنا عبارة عن عدسات، طبعا فيها اضاءة الانعطاف والى اخره. ايضا حساسات امامية والرادار والكاميرا الامامية من اصل اربع كاميرات محيطية لتعطي رؤية 360 درجة، وفيها الرادارات هنا في إضاءة داير مدار بالشكل هذا، شكله جدا جدا جميل ما شاء الله تبارك الله. ولمسات الأسود اللامع، ولو تلاحظ هنا ما عندنا لمسات الأسود، شوفوا هنا كيف، وهنا صدام عادي. وبعدين نفس الوقت الإضاءة، شوفوا الإضاءة دقيقة ما شاء الله تبارك الله، شوفوا إضاءات كريستالية اللي هي إضاءة الليد النهاري. و ركزوا في ايش، في الشبك، شوفوا الشبك المضاء ما شاء الله تبارك الله. شوفوا لما نخفض الاضاءة ما شاء الله تبارك الله. طيب هذه كواجهة امامية، ومن الجانب عندنا الجنط، هذا جنط كتل AMG، جنط اكبر، اوكي جنط اكبر. وايضا لو تلاحظ هنا الحساسات الجانبية، لأول مرة أشوف في سيارة فيها حساسات جانبية. عددهم تقريبا كم؟ أربع حساسات جانبية، لأن السيارة فيها الأبواب الكهربائية، فبالتالي أنت مجرد ما تضغط هنا تفتح بالدرجة هذه بعدين تكمل. طبعا الحساسات هذه ليش؟ عشان إذا في سيارة شيء تستشعر الأشياء اللي جانب السيارة. شوف هذه داخليتها ما شاء الله تبارك الله. طبعا الاضاءات المحيطيه متفاعله، وايضا من الاشياء الجميله انه ايش، فتحات تكييف مخفيه. طيب لو نبغى نقفل، طبعا ابواب شوف. طيب بعدين عندنا المثلث هنا بتصميم جديد بالكامل، وفي عندنا اضاءات ترحيبيه في نفس المقابض الاربعه، و الأبواب الأربع كلها كهربائية. الحركة دي جدا جميلة. الداخلية أجيها آخر شيء، وتقدر تقفل بشكل يدوي، وأبواب شفت. طبعا فيها فتحة سقف بانورامية، شوفوا بالشكل هذا. المراية الجانبية فيها إشارة LED، كاميرات جانبية، لمسات الكروم. بالنسبة للصرفية، كل السيارات نفس الصرفية 14.1، وكل السيارات دفع خلفي. طيب هذه خلفية السيارة،
كذا تصميم بسيط. طبعا فيها الشنطة الكهربائية، ما شاء الله سعة الشنطة كبيرة، وهنا الكفر السبير، وفي إضاءة، وتقدر تقفل وتأمن في نفس اللحظة. هنا تقفل، في حساسات خلفية، وأيضا إضاءة اللوحة أكيد LED. شوفوا الإضاءة، فتحتين للعادم بس فتحات مخفية. طيب شوفوا الإشارات كيف بالشكل هذا، الإشارات. خلينا نكتشف المواصفات. يا أخي حركة الباب جميلة صراحة، في ستاير كهربائية، وبعدين أوكي السنتر لوك النوافذ، وهنا الشاشة تقدر تتحكم بكل شيء في السيارة عن طريق الشاشة الصغيرة هذه، ومن هنا تفتح الباب وتقفل الباب. حلو، وأيضا في الحركة إنه إيش لا سمح الله تحتاج تفتح الباب بشكل يدوي من هنا كذا. فيها إضاءة هنا ما شاء الله، فرش فاخر. السيارة صارت وسيعة بشكل جدا كبير، طبعا الجلود جدا ناعمة ومريحة، فيها التسخين والتبريد، فيها ستارة خلفية، طبعا فيها الشاشة الكبيرة هذه، والمسند الوسطي، وفي هنا منطقة تخزين، في منفذين USB. اوكي كذا تقدر تقفل، تقفل المسند بالشكل هذا، تقدر تستفيد كثلاث ركاب. هنا فتحات التكييف، منطقة تخزين هنا، إضاءات موجودة هنا عند الأقدام. هذه الشاشة، طبعا السيارة مقفلة، فبالتالي إن شاء الله بعدين نقدر نشرح لكم السيارة وتجربة قيادة وكل شيء. طيب أوريكم من الأمام، شوفوا الإضاءات هذه فعالية. بعدين عندنا هنا على شكل كريستال تحكم بالمقاعد، تصميم المقاعد الأمامية، وأيضا الطبلون، فتحات التكييف هنا بشكل مخفي وعن طريق اللمس تتحكم. شوفوا تتحكم من هنا، حاملات الأكواب بشكل مستقل، والتحكم الخاص بالوسائط، الشاشة بالشكل هذا. طبعا فيها فتحة سقف بانورامية. طبعا الله يعطيهم العافية شركة ألو كار، يعطيهم العافية على إتاحة الفرصة إن نصور هذه السيارة. صراحة ما كان في الخطة إني أصور السيارة أبدا، وأنا مار في ممشى التحلية شفت السيارات هذه، فقلت أصور لكم على السريع. سيارة فيها كمية مواصفات جدا عالية، فإن شاء الله إنه التغطية نالت على إعجابكم. يعطيهم العافية، أكتب اسم الشركة في جوجل ماب وتقدرون تتواصلون معاهم. أيوة الأسعار، هذه الأسعار، هل فيها هذه 620,000 ريال، 735i اللي فيها MKIT، وهنا الفئة العادية ب610، يعني فرق 10,000 ريال. وهنا اللون الأسود برضو فيها MKIT بس جنط مختلف، حلو، بسعر أقل، 600,000 ريال، 735i. تختلف المواصفات لأن السيارات هذه أنت اللي تخصصها. آخر شيء عندنا السيارة هذه نفس اللي الثاني هناك ب610، نفس الوقت عندنا المرسيدس كم 720,000 S500. فايش رايكم، هذه ولا هذه؟ اتمنى التغطية نالت على اعجابكم. اقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وكن مبتسما دائما في امان الله.